بارك الله فيكم. مرحبا مرحبا. نحترموا السلطات الرابعة، تحياتنا لهم على كلمة الحق موحية دينه، وينشروا لنا ويوصلوا لنا الصوت ديالنا، ما نكرهوش صوتنا يوصل. جيت كنساندهم، حيت هاد الظلم هذا بزاف فين راهم هما. بالنسبة ماشي الظلم ديال الحكم أو لا، هادي مؤسسة وكنحتارموها، ولي دارها المخزن فوق راسنا، المخزن فوق الجميع. كنشوف الظلمات ديال هاد السيد هذا اللي حاس براسو شي حاجة في المغرب، هو حتى حاجة، اللي هو اللي يدير هاد المشاكل في المغرب، هو اللي دخل بين هاد الأسر، هو اللي كيترزق الله بين العائلات، هو اللي كيشرد العائلات، هو اللي كيطلق العائلات، هو اللي كيتم الأطفال، ومخبع في واحد الجمعية ملكية. حنا الناس فقراء وما كيفهموش أميا، تيقولوا هذه جمعية ملكية، تيتهابوا منه، تيتخلعوا منه. حنا عشرناه، كنا كندافعوا عليه، كيبقى فينا، كنبكيو معاه، تنقولوا كيدير الخير، كيطلع للجبال، كيدير الأجر، كيوكل الناس، كيعالج الناس، كنا مآمنين بهذا الشيء وكندافعوا عليه. النهار اللي عرفنا الحقيقة ديالو، بأنه غير نصاب وماشي وطني حر، وغير كذاب، وغير كيضحك على عباد الله، منهم شحال الأسر، منهم ديك السيدة ميلودة ديال سيدي عدي، منهم بنتها قالت دار لها الشبط وخدا فلوسها، منهم سمير زيزون اللي مع ديك بطيب بيطا قال غيشيلو الدار وما كاين دار، منهم أم الأيتام اللي خرج عليها هي وسيمو بوكريشه، منهم يسرى قاصر اللي كانت تعيط لها 12 سنتيم 16 سنتيم من الخلف ومن الامام، منهم دابا اختي نعيمه ونسابها، يعني دخل واحد الدخله ديال السوسه ديال التونيا. فاش كيوقع شي نزاع بين العائلات، راه العالم كله عنده النزاع مع نسابه، مع خوته، مع جيرانه، مع الاصدقاء ديالو، كيدخل هو، كيولي داير المشاكل، وهو كلشي موثق بالفيديوهات، كلشي موثق، وتيقول لها ما عمر الصلح ما تشوفيه، وانتي خصك تهبطي للحرش، وانتي حشرة، وانتم عائلة موسخة. وانا كنقول له من عندكم من هذا المنبر، ما كاينش اوسخ وافضع منك انت. هي جمعية ملكية اللي مخبع فيها وهمية، لالا كيطو كتقول لك ما عمرك انت عندك الجمعية، انت كذاب، انت الشيطان في صفة بشر، انت موسخ ووسختي لنا الوطن ديالنا، وغادي تحاسب على هذا الشيء. طاطا بديعه كتقول لك غادي تحاسب على الام دميطو، على الام زهره اللي شوهتي بينا، وكتقول لك طاطا بديعه غير البارح وانت كتضامن مع كوزان اللي هو عثمان، ضرب في السلطات وضرب في القضاء، وكتضامن معاه حيت انت كتضرب في السلطات، حيت انت كتضرب في السلطات، كتضرب في السيد الوكيل الملك، تحياتنا ليه كبيره، كتضرب في السلطات، كتضرب في العيالات ديالهم، ومازال ما دخلتيش وباقي ما تشديتيش، لان كتعرف كيفاش تملص من 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 الحكومه، وكتعرف كيفاش تملص من القضاء، عندك الطرق ديالك. اما انا كاع ما نقولش شكون اللي معاك ولا ماشي معاك، داك الشيء المخزن الحمد لله كاين اللي غيعرف لك، المخزن كاين الحمد لله، حنا ماشي اكثر من المخزن. غادي تعرف انت شكون هو، حيت انت موسخ هذا الوطن. كتقول نعيمه ولادها وعائلتها والتريكه موسخين، شكون وسخهم؟ شكون دخل عند يونس مربوحه؟ شكون طلق له مراته وشرد له اربعه الاطفال؟ ماشي انت وربحتي عليه الاموال. شكون دخل عند محبوبه؟ شكون دخل عند بوكريشه وشردوا على وليداتو؟ شكون دخل عند السريعه ومشات للحسيمه كيقلب لها على الماضي ديالها؟ شكون دخل دابا سمحتي فيها؟ ها انت دابا خليتي هاد العائلات كلهم عورضه، كلهم خليتيهم عورضه، واخا كاع برزقهم، واخا كاع بفلوسهم، خليتيهم عورضه، وعلمتيهم السعايه، وجمع عليك البشر بزاف، وكتقول لهم ها شنو ديروا، ها شنو ديروا، داير شبكه، داير عصابه، كتصيفط العصابه ديالك لعباد الله يديروا لهم الشكايات كيديه. انت اللي كتعرف بين تدخل وتخرج، لان قلتيها على فمك، قلتي النعيمه شتي انا كنت معاك، كون راه هذيك اختك فاتحه واخا مضروبه تهود للحبس، لان انتوما ما كتعرفوش الثغرات. هذاك مراد اللي معاك تحياتنا ليهم والوانكم، راه ما تيعرفش. لا كنقول لك حنا ما كنعرفوش نديرو الغش اللي دار المخزن، هي اللي كاينه، واللي بغاها المخزن هي اللي كاينه، لان المخزن هو بانا وحامينا منكم.
ربما هاد المشيه ديال الحرس اللي دخلت مريم ولا دخلوا الدراري فيها الخير، ما يبقوش على برا منك. انت خطر عليهم، انت خطر عليهم، وما كتعمرش دارك، ما كتعمرش ولادك، ما عايش مع وليداتك، انت عايش غير في الطوموبيل. انت ملي غيبحث فيك المخزن غيعرف شنو راك داير، وغيعرفك شكون انت، وانت هو الوسواس الخناس اللي كيوسوس في صدور الناس. المغاربة كرهوك، المغاربة ما كيحملوكش، ودوك اللي كيعطوك السوبرشات وكيدعموك الله اعلم شكون هما، والله اعلم المخزن اللي غيدير داك الشيء. هذيك خدمته، داك الشيء اللي داك العمله اللي كتدخل، انت راك عارف شكون اللي مدعمك. هاد القنوات ما كيدعمهم حتى واحد، عاديين، انت بوحدك اللي كتدعم هكذاك، وانت اللي قنتك مليونيه فايت تقريبا مليون ونص، وانت هو اللي داير المشاكل وكتنشر الوسخ، انت اللي كتنشر الوسخ بالصح وبالنيه. اما كنتي انت ماشي قنت كبيره راه ما غتعرفش هذا الشيء، ولكن ب ب بالكرم ديالك كتشوهنا بالمغرب. انت تطبق العشق من بعد ما وقع المشكل، من اول ما فتيحه القراوية وامي زهره وقع واحد الهجوم على امي نعيمه بزاف. هو السبب، هو السبب. مشى عند الحياني نسيبها باين منعيم، باغي ما عرف شنو يدير كاع. مشى عند باين منعيم باغي يحفر لهم البير، كيجيب كلاب من اوروبا، واحد الكلب ديال باريس ساكن في العروبيه ديال باريس، جابو قال لك مشى عند باين منعيم كيقولوا نديروا لك البير، مالو ما دارلوش البير. مشى عند الوالده مسكينه ضحك عليها قال لها مخا قال ندير لك الدار ونضالي لك، مالو ما ضللهاش. حتى البارح عاد ورينا الدار دختو مسكينه، هذيك المراه مسكينه طيبه في وجهها، مسكينه عندها غير حمير، ديك ختو عندها حمير، راه وراها للعالم البارح في الفيديو وما رحمهاش وما كيصرفش عليها وما كيعطيهاش. داو لها طليمطات باليين وقال لك حنا كنضامنوا مع اختنا. هذه 20 عام وانت عندك اليوتيوب والفيسبوك، مالك ما بينت لنا اختك الفقيره مسكينه، مالا عندها غير الحمير في الكوري، ما عندهاش البقر، ما عندهاش الطاوس، ما عندهاش، ودي لها الخدامه هذوك اللي عندك كيعبدوك يمشيو يخملوا لها الزبل باب الدار. الله اقل اعطيهم واحد الخدمه. على ذكر امي زهره كنا شفنا خرجتي في واحد اللايف كتغوتي بواحد هنا هيستيريا كتقول له ما تستغليش امي. ايه دارها زكاره فينا انا ونعيمه، زكاره دارها فينا، داها وكيمرمد فيها وتيكذب عليها بحال اللي دار الميطو لامها، وخلاها مسكينه عندها مشكل مع ولادها شبان وموظفين كيعطيو لامهم. قالوا لها علاش تصوري معاه، علاش تقولي لي الطوم مسخوطه، هي ماشي مسخوطه، ميطو كتحمل امها الام ديالها وكتبغي الاخت ديالها، وقال الاخت ديالها غير هضري في الطو غادي نديرو لك القناه تولي كبيره وساقت به. راه حيدت دابا خت امي الطلقانه، حيدتها هكذا جا دار. راه غير ما لقاش خويا كامل على يديه، وما لقاش خويا سعيد على يديه، ما راه تما جلس عند امي زهره قال لك بغا يدير لك عين السيخ بحال سيدي عدي. الساعه ما عطاهش الله وما عمرو غيعطيه الله، وانا حيه، انا خويا كمال حيين، ما عمرو غيعطيه الله داك النهار اللي باغي هو. كيفاش بغى يستغل مي زهره، واش بغى يخاصم مع ولادها ولا يفرق عليهم، هذيك خدمته ولا بغى يصفي حسابات؟ كيصفي حسابات على طريق مي زهره، حيت مسكينه مراه كبيره ما كتعرفش الحسابات، ما كتعرفش الضد، ما كتعرفش السم، ما كتعرفش حتى حاجه. انت اليوم بغينا نفهموا منك بان انك قريبه لامي نعيمه بزاف، انك الاخت ديالك كنتي جالسه معها في الدار. كنشوفوا ان شحال واحد كيقول لها انك كتستغلي ولادك وكتستغلي نسابك وبنتك من دخلوا للحبس وكتجمعي على ظهرهم الفلوس وكتسعي لهم بهذا المعنى. هذا ما كتسعاش، دايره قناه بحال عباد الله كيتابعوها المغاربه الجاليه، الناس كيتعاطفوا معاها، عندهم عزيزه، كل اللي كيشوف خالته فيها، كل اللي كيشوف الام ديالو فيها، كل اللي مرات مساكن وكيبقاو كيضحكهم كيضحكوا معاها كيتفاجاو، كل اللي مابقاش متبع الدواء ديال النعاس باش ينعس كيتفاجا معاها، كيعطيو السوبرشات يعني بالسميه ديالهم بالاسماء ديالهم ماشي بالحسابات، معروفين شكون تيعاونوها، هذا فلان من اكادير، هذا فلان فلانه، هذه فلانيه دعي معايا امي نعيمه، هذا هو السوبرشات اللي كيجيها. مسكينه ما قاريهاش، واش اللي ما قاريش غنقتلوه؟ حنا وليدنا ما قاريينش، ورباو وزاره ورباو دكاسيره ورباو فرمليه ورباو اساسيد، شكون هذا اللي مو يعني وصل لافاك من زمان؟ كانوا زمان ما كيقريوش للمراه. يعني يمكن ديك السوبرشات اللي كيسبقوا لها، يعني كنقول لك يبقى عندك النوع ديال الحسد والبغض. الحسد والبغض هذه محسوده ومخلص. هو هذا السيد هذا اللي كيقول لك جمعاوي، هو غير كذاب ما عندوش جمعيه، كيقبط عليها الملايين. راه حتى الناموسة كان تيشد عليها الفلوس السعاد، عطاتو 180 قال لها لا كملي لي 1000 درهم ديال ليسانس، أنا عندي ليسانس ما يمكنش الباس خصو مليون.
انا عندي ليسانس. شنو هذا؟ ماشي استغلال. راه قالت زهرة عندنا في شوب تي في، قالت لهم لا وجهي تنقى لا ديالي بقى، يعني سيزاها قال لها السيزي. وكيسجل عباد الله، كيصور عباد الله، وكيستغلهم بداك الشيء، كيقول لهم لا درسوا نحط لكم هذا الشيء. واخا امي طب هاد العام شفنا انك كنتي خرجتي كنتي كطالبي بامي زهرة، كيفاش هاد القضيه هذه؟ لان شفنا ان امي زهرة انها ما جاتش عندكم. لا جات، جات لعند كمال، مشات معاه السبوع ديال بنتو حضرات، ولكن جاو موراها يديوها هما حيت جاو من تطوان، جاو من موراها يديوها ضروري، الا ما خدموش بها ما كاين والو. هذيك هي السند اللي عندهم باش يهبطوا ناعمه ويكرسوا ناعمه. واخا طبيعه كنت شفت انك شفتي واحد النهار كنت كتقولي واش مي زهرة واش هي موزها واش فيها الريحه. هو قالها، هو طالبني وقال لي ديها غير فمك، اجي دي غير مك راها شميت فيها الريحه كنت نتقيه. وفي النهايه شحال هو تيقولها، ومن شاف المغاربه داروا فيه وما خلاولوش المتتبعين حتى ديالو ناض، قال لهم ماشي عليها، ماشي عليها، لا عليها، لا عليها قالها. وانا ديك الثمن غياديه قانونيا على اللي دار ديك المراه، مراه كبيره كتحرب لحدا رجليه وهو حطها، واش يقدر يحط امو هكاك؟ واش يقدر يحط امو كتمرمد هكذاك؟ ما يقدرش. هاد السيد هذا اللي كيطالب بالعفه للناس وصالح الناس ضرب مو وتبصيل العدس شير عليها، مكره خوه الكبير تيقول لهم كنخدم عليكم انا، هو كل شيء في الدار خصو تبسلو. راك شفتوا الفيديو اللي حط كيفاش كيعامل باه بالعنف، كيفاش كيهضر مع اختو مسكينه محتقرها حيت مسكينه فقيره. تحياتي لهذيك المراه، هذيك اختو ما دارت لي والو، ديك اختو الله يعمرها سلعه، كيفاش محتقرينها كلهم. هادي 100 عام عاد مشى يشوفها، حتى قلت له انا والسير عند الى عندك شي عائله بالعربيه بينها، بينها وداري تلميذ، تلميذ كسول، تلميذ كسول، انت حقير واحقر من الحقاره. اختك مسكينه ما عندهاش، باب الدار ديالها كتخلع، باب الدار ديالها بحال البركاسه الزبل. على الاقل كون غير شفتي دوك اللي كيحسوا لك الكابه يمشيو يسيقوا باب الدار وينقلوا وينقيو، ودير البنوات ودير الغروسات ودير الدخله زوينه، ماشي الزبولات. او هذا الفيديو شافوا العالم، والمنافقين تيقولوا لك تبارك الله عليك كيتنزو عليك. على الاقل دار ام زهرة من دخلتي لها ما كاينش الزبل في الباب. طب هذه شفنا حنا في الحلقه الراويه انها كانت كتخرج هي والبنات ديالها، انها كانت تتعاير معاكم، واش هذا الشيء لحد الان مازال من بعد هذا المشكل اللي كان وقع، واش مازال وقع هذه المعايره، واش مازال وقع السب والشات، مازال وقع هذا الشيء؟ مازال كل شيء، لان متفقين هما وياهم، هذاك اتفاق بعضياتهم كاملين، قال لهم عيطوا لي وناديوني وانا نجي. بالري ديال سعاد، لان هادو كلهم متفقين على نعيمه يمحيوها. شو الرساله ديالك؟ رسالتي باغا السلطات، وكنطمع في السلطات هما اللي غادي يحدوا هذا الشيء. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.